سيرا على نفس التقليد الذي سنته هذه المحكمة منذ سنوات والرامي إلى الانفتاح على محيطها الخارجي ومسايرة منها للتوجهات الكبرى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الباب ومساهمة منها أيضا في إغناء النشاط الثقافي لهذا الإقليم العزيز سيدي قاسم. تنظم هذه المحكمة ندوة علمية تحت عنوان القضاء والإعلام أي سبيل لعلاقة متفاعلة. يشارك فيها نخبة من رجال القانون والإعلام. إن لكل من القضاء والإعلام مبادئ مشتركة أبرزها الاستقلالية، الحياد، التجرد والبحث عن كشف الحقيقة، وأخيرا تأطير القانون للمواطن، كما أن لهما نفس الأهداف حماية الحريات والحقوق، المساواة والإنصاف، دعم المسار النموي، وأخيرا تحقيق ولوج سلس مرن وعادل للمواطن لمرفق العدالة. شكرا. ولن نعتبر أن هذه الندوة تكتسي أهمية كبيرة وبالغة، لأنها تندرج في مسار سارت عليه بلادنا خلال السنين القليلة الماضية، مسار يستند ويرتكز على الحوار بين وسائل الإعلام وبين القضاء وتغيير طبيعة العلاقة بين هذا الطرفين. في السابق كانت العلاقة تقتصر فقط على متابعة الصحفيين ومواجهتهم داخل المحاكم بسكوب اتهام وبقوانين وبمعاخذ وبتهم ثقيلة. هذا التحول وقع على جديدة تستند إلى نقاش وإلى الحوار وإلى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الطرفين، لأن للقضاء خصوصية ويجب أن نعترف له بها، هي خصوصية تستند إلى السرية، سرية التحقيق، سرية محاضر الشرطة القضائية، سرية البحث، سرية المداولات، وبالتالي القضاء في معالجته يستند إلى مبدأ السرية، في حين أن العمل الصحفي يستند إلى العلنية، إلى السبق الصحفي. أعتقد أن هذه الندوة تصب في هذا الاتجاه، وهذا أمر إيجابي جدا، وهو مسار كما قلت سارت عليه بلادنا خلال السنين القليلة الماضية.